بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، هيكون ضيف النهارده في الجزء الثاني كابتن امير عبد الحميد نجم الاهلي السابق في حراسه المرمى. هنسال امير النهارده وهنطمن منه عن مستقبل النادي الاهلي ومستقبل الاهلي في المواهب داخل اكاديميات النادي الاهلي، وايضا هنساله عن حراسه مرمى النادي الاهلي. هنساله عن محمد الشناوي وعن المستوى ما شاء الله اللي وصل ليه. ما شاء الله محمد الشناوي دلوقتي اصبح افضل حارس مرمى في افريقيا وكمان موجود في مصر. شاركونا عبر صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك هاشتاج اسال امير عبد الحميد. كل اسئله حضراتكم النهارده هتكون معانا، وهنسال امير وهيفتح لنا قلبه كالعاده، وهنطمن منه ايضا على المواهب وعلى حراسه المرمى كمان في مصر وكلها وعلى محمد الشناوي. ايضا النهارده النادي الاهلي، يعني بنقول للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وموسيماني الف مليون مبروك. النهارده النادي الاهلي بيفوز بنتيجه كبيره خارج الديار في مباراه مهمه ومباراه صعبه. الاسبوع اللي فات كله كان حديث الاهلاويه كله عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب. الاسبوع اللي فات كانت الامور صعبت شويه بعد التعادل هنا 2-2 على ملعبنا، وكان في المتناول ان احنا نكسب، لكن الحمد لله النهارده لعيبه النادي الاهلي كانوا في الميعاد، كانوا رجاله من بدايه المباراه. النهارده ايضا لازم نشيد بموسيماني. موسيماني النهارده اللي لعب جيم من احلى المباريات النهارده ليه منذ توليه قياده النادي الاهلي. النهارده موسيماني مش ال 90 دقيقه داخل الملعب بس، لا، لكن قبل المباراه والاعداد النفسي قبل المباراه كان مهم جدا. موسيماني اللي قال لعيبته قبل ما يسافر من هنا للكونغو الديمقراطيه، قال لهم احنا رايحين عايزين نكسب، الهدف الوحيد بتاعنا ان احنا نحصد الثلاث نقاط في الكونغو. مش هنتكلم عن كل الكلام اللي بيتقال، نجيل صناعي، جو حر، رطوبه، الكلام ده كله هيكون اخر حاجه ان احنا ممكن نتكلم فيها. كلنا كبعثه لينا هدف واحد، وده كان الاعداد النفسي قبل المباراه اللي انعكس بشكل كبير النهارده في ارض الملعب في خلال 90 دقيقه. النهارده موسيماني بدأ التشكيله وفاجئنا بتشكيله النهارده نموذجيه. تشكيله فيها حرفيه كبيره من موسيماني، درس الفيتا كلوب بشكل كبير. النهارده بنشوف النادي الاهلي اللي كان بيعمله الشوط الثاني النهارده بيعمله من بدايه المباراه. شفنا موسيماني النهارده بيلعب باثنين مهاجمين، محمد شريف ومروان محسن، الاثنين اللي كان ليهم دور كبير جدا خلال المباراه، وكمان شفنا محمد شريف بيسجل اول هدف ليه في البطوله الافريقيه خارج الديار، وده رقم جديد يحسب لمحمد شريف. ايضا مروان محسن، مروان محسن الفتره اللي فاتت الناس كانت بتنتقده بشكل كبير، بنشوف مروان محسن كل مباراه بيلعبها سواء وهو بديل في المباراه السابقه من فيتا كلوب بينزل ويسجل هدف، وكان هدف بمهاره عاليه جدا. النهارده مروان محسن بالرغم انه ما سجلش هدف كان ليه دور مهم جدا. شفنا الاسيست او الباصه اللي عملها لمحمد شريف. فدايما مروان محسن دوره مهم جدا جدا داخل الملعب. ايضا كمان لازم نشيد النهارده بمحمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده لعب مباراه كبيره جدا، وبالمناسبه دي صور بعثه النادي الاهلي وهي تغادر كينشاسا عاصمه الكونغو الديمقراطيه في طريقهم الى القاهره، وطبعا النادي الاهلي سافر بطياره خاصه، ده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب علشان تسهيل عمليه السفر وايضا علشان الكورونا. ودي لقطات حصريه لينا هنا في برنامج الاشبال على قناه الاهلي، يعني لحظه مغادره النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي من كينشاسا هناك. طبعا فرحه كبيره داخل البعثه، معنويات مرتفعه كبيره، خاصه كمان قبل التوقف لمنتخب مصر، فالفتره اللي جايه هتكون فتره يعني فيها استعداد كبير وفتره فيها دفعه قويه، وده نجمنا طاهر محمد طاهر اللي احنا دايما بنراهن عليه. احمد بيكهام تغييره مهمه النهارده، احمد رمضان بيكهام مكان ايمن اشرف، النهارده ايمن اشرف. احنا كنا بنشوف الحكم النهارده، الحكم اللي كنا قلقانين منه قبل المباراه اللي كان حكم مباراه النجم الساحلي وطرد ايمن اشرف وقتها، النهارده ادار المباراه بشكل فيه يعني شكل كبير جدا ممتاز. النهارده تغييره موسيماني لايمن اشرف علشان خوفا من ايمن اشرف عنده انذار، ممكن الحكم يديله انذار الثاني ويطرده، فكان تغيير رمضان بيكهام اللي برضه ادى بشكل كبير. عايز اقف عند محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه النهارده اللي احرز الهدف الثاني، هدف من الاهداف الحلوه جدا، هدف فيه مهاره عاليه جدا.
محمد مجدي قفشة اللي دايما بيظهر في اللحظات المهمة، وهو ده لعيب النادي الأهلي، لعيب النادي الأهلي اللي بيظهر في اللحظات الصعبة ويكون عنده شخصية البطل. نرجع للبطولة اللي فاتت ونشوف محمد مجدي قفشة في مباراة الهلال السوداني، وأحرز هدف النادي الأهلي وقتها في ظروف صعبة في حضور جماهيري كبير. أيضا محمد مجدي قفشة اللي سجل أيضا في مباراة الوداد في نصف النهائي، في مباراة كانت مهمة وصلت لنا أو وصلنا بيها للمباراة النهائية أمام الزمالك. والنهاردة محمد مجدي قفشة بيظهر بشكل رائع في الملعب، وكمان بيحرز هدف بمهارة عالية في الزاوية البعيدة صعبة جدا على حارس المرمى. أيضا محمد مجدي قفشة اللي ظهر في مباراة الزمالك في البطولة التاسعة في المباراة النهائية كمان القضية ممكن. فعلشان كده اللاعب الكبير بيظهر في اللحظات الكبيره، شايفين سعاده كبيره وابتسامه كبيره على وجوه لاعبي النادي الاهلي. محمد هاني كمان النهارده لعب مباراه كبيره، بنقول له الحمد لله على السلامه، يعني كان في تخوف شويه من الاصابه بتاعته، كان خد كدمه قويه في دماغه قبل المباراه، لكن هو ده الاصرار ودي الرجوله ودي العزيمه المتعودين عليها دايما على لعيبه النادي الاهلي. الفرحه حلوه، وشايفين كمان محسن صلاح، صلاح محسن اللي أحرز هدف مباراة الإسماعيلي النهاردة بيقعد ما بيشاركش. هي دي يعني فرقة النادي الأهلي، مش مهم أنا النهاردة موجود ولا مش موجود، المهم النهاردة إن الفريق بيكسب، التيم بيكسب، المجموعة بتمشي دايما على الطريق الصح. كمان ياسر إبراهيم، لازم أقف عند ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم اللي لعب البطولة التاسعة من أول مباراة لآخر مباراة كان أساسي، وجه مع موسيماني قعد شوية مع بدر بنون. النهارده الراجل بيقول انا موجود تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. النهارده قعد فتره، رجع لاعب في كاس العالم للانديه، ادى بمستوى عالي، عنصر مهم جدا، بيقعد النهارده بيشارك من بدايه المباراه، بيقول دايما للجهاز الفني انا موجود وتحت امر الجهاز الفني في اي مباراه بيلعبها. لازم نشيد بكل لاعبي النادي الاهلي، وايضا تحيه لموسيماني. موسيماني بالمناسبه اللي كان فيه جماهير على السوشيال ميديا بعد التعادل المباراه اللي فاتت شككت شويه في موسيماني، وبدات تنادي رحيل موسيماني، موسيماني اسلوبه مش النادي الاهلي، موسيماني وموسيماني. لكن النهارده لما تشوف موسيماني اللي محقق لك البطوله التاسعه امام المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك، موسيماني اللي حافظ السنه اللي فاتت على بطوله الدوري واستكمال الارقام القياسيه للنادي الاهلي بعد رحيل فايلر، موسيماني اللي حقق بطوله الكاس بعد غياب سنوات امام طلائع الجيش، موسيماني اللي بيحقق برونزيه كاس العالم، وده الانجاز الثاني في تاريخ النادي الاهلي، كان الاولاني في 2006 وهو بيحقق الثاني في الدوحه. ما شاء الله موسيماني ماشي بخطى ثابته. وايضا السنه دي في الدوري موسيماني لو كسب مباراته المؤجله هيتصدر بطوله الدوري، فاحنا عندنا ثقه كبيره جدا في موسيماني. النادي الاهلي لما جاب موسيماني مدرب عنده استقرار، مدرب لما بيروح مكان بيحط خطه طويله الاجل وعنده استقرار، وده المهم. والاهم من ده كله ان هو فنياته عاليه داخل الملعب، محب جدا للنادي الاهلي، وده اخلاصه للنادي الاهلي منذ قدومه في اللحظه الاولى. فعلشان كده لازم نشيد بوسيماني والجهاز الفني. النهارده يعني في حاجات ايجابيه كتير، النهارده مش ما اقدرش انسى دور محمد الشناوي وقيادته داخل الملعب، بدر بنون والاتزان والهدوء اللي اداه في خط الظهر، وكمان مع ياسر ابراهيم، ايمن اشرف الابن المخلص في النادي الاهلي اللي بيلعب مساك بتلاقيه موجود، بيلعب باك ليفت موجود بيحللك داخل الملعب، ومحمد هاني برضو، ديانجو عمرو السوليه الثنائيه ما شاء الله المتالقه بشكل كبير، وكمان حمدي فتحي التغييره اللي نزلت الشوط الثاني. بالمناسبه كمان يعني موسيماني كمان في التغييرات النهارده هو بدا المباراه بشكل ممتاز، والتغييرات النهارده كانت بشكل فوق الممتاز كمان، التغييرات كلها كانت ايجابيه. التغييرة الأولى كانت طاهر مكان محمد شريف علشان الإصابة، محمد شريف عمل مجهود كبير في الشوط الأول، طبعا الخبطة اللاوية بتاعت الركبة اللي كانت ممكن تأثر عليه الشوط الثاني، فموسيماني استبدله بطاهر اللي نزل ما شاء الله أحرز الهدف الثالث بأسيست رائع من بواليا. بواليا اللي احنا كنا بنقول برضه يعني بواليا لما جه النادي الأهلي يقعد وينزل، النهارده بنشوف بواليا بقى منتج للنادي الاهلي، وبينزل كمان بيغير في شكل الفرقه في 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 الشوط الثاني، وبيعمل هدف او بيصنع هدف لطاهر محمد طاهر. الحاجه الثانيه اللي تعرفنا برضو ان موسيماني مذاكر الجيم النهارده وعنده تركيز كبير تغييره حمدي فتحي. النهارده وهو كسبان 2 بدا يقفل نص الملعب خلاص عشان يبدا يحافظ، ويبدا كمان يفتح ثغرات اكبر
في خط ظهر فيتا كلوب، ودي تحققت كمان الشوط الثاني. النهارده كل اللعيبه الحمد لله سواء اللي بدات او اللي نزلت الشوط الثاني كلها النهارده كانت على اعلى مستوى، ومحتاجين منكم كمان خلال فتره جايه اكتر واكتر. النهارده دي اول مباراه بحس من لعيبه النادي الاهلي بعد البطوله التاسعه وبعد برونزيه كاس العالم ان بدات لعيبه النادي الاهلي رجليها تلمس الارض. احنا كنا بنقول ان لعيبه النادي الاهلي طايره في الهواء بعد الفوز وبعد الانتصارات الكبيره خلال الفتره اللي فاتت، لكن النهارده دخول النادي الاهلي، الحماس، شخصيه البطل، دخول في المباراه كلها تبدا تقول ان شاء الله ان احنا عندنا ان شاء الله فريق هيقدر ينافس على التاسع. اللقطه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي لموسيماني، دي واحنا كسبانين 2-0 كان موسيماني كان يعني في فرصه وضاعت، فكان يعني زعلان عايز سكور اكتر. ده شيء جيد انك انت توصل اللعيبه بتاعتك في الملعب بالرغم وانا كسبان 2 عايز ازود 3 و4. النهارده موسيماني يعني لازم نديله الدرجه النهائيه، كل لعيبه النادي الاهلي والروح اللي كانت موجوده، نتمنى ان شاء الله الاستمرار يعني خلال فتره جايه على نفس الروح ونفس المستوى. عايز اروح برضو لحاجه مهمه او ارقام قياسيه من لقاء اليوم. النهارده النادي الاهلي بيحقق اول فوز للانديه المصريه في الكونغو بعد 16 هزيمه و6 تعادلات في 12 زياره رسميه للكونغو. يعني النهارده النادي الاهلي بالفوز الكبير النهارده في ارقام قياسيه بيحققها النادي الاهلي، اول فوز للانديه المصريه في الكونغو بعد 22 زياره رسميه، 16 هزيمه و6 تعادلات. الرقم الثاني، الاهلي النهارده بيحقق اكبر فوز ليه خارج ملعبه ولكن في دوري المجموعات، النهارده 3-0 ده رقم جديد يحسب للنادي الاهلي. الرقم الثالث يحسب للاعبي النادي الاهلي طاهر، محمد طاهر ومحمد شريف، النهارده بيسجلوا لاول مره خارج الديار في البطوله الافريقيه. كل التوفيق للنادي الاهلي، بس النادي الاهلي يرجعوا لنا ان شاء الله بالسلامه والتوفيق خلال الفتره القادمه. نروح ايضا مع حضراتكم لاجتماع مهم، اجتماع كان مع الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط بوجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكان مع ادارات مهمه داخل النادي الاهلي. الاجتماع ده كان مع رئيس قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو، كان مع الكابتن فتحي مبروك رئيس لجنه اكتشاف المواهب، ايضا كان مع الكابتن عبد المنعم شطه رئيس اكاديميات الاهلي، وكان مع الكابتن امير توفيق رئيس لجنه التعاقدات والتسويق. اجتماع مهم، اجتماع علشان التخطيط خلال الفتره القادمه والتنسيق بين الاربع ادارات، ان الاربع ادارات العمل بتاعهم متناسق مع بعض او كلهم ماشيين مع بعض. ازاي؟ النهارده اللجنه استمعت لكلام الكابتن خالد بيبو، بتشوفه خلال الفتره القادمه ازاي العمل هيكون داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ايه التدعيمات اللي الكابتن خالد بيبو محتاجها للقطاع خلال الفتره القادمه؟ ايه العناصر المميزه اللي ممكن النادي الاهلي يشتريها او تيجي من خلال الاختبارات في المحافظات خلال الفتره القادمه؟ وده كان بالتنسيق مع الكابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك رئيس لجنه اكتشاف المواهب علشان يبدا التنسيق في المنطقه دي، وايضا كمان من خلال الكابتن عبد المنعم شطه ازاي النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، النادي الاهلي ما شاء الله عنده 16 فرع لاكاديمياته، ازاي الفتره الجايه النادي الاهلي يكون عنده فروع اكثر واكثر. ايضا الكابتن امير توفيق بالتنسيق مع الكابتن خالد بيمو علشان عمليه تسويق اللاعبين، والفكره اللي قالها لنا كابتن امير توفيق ان النادي الاهلي مش هيكتفي على عمليه الاعارات هنا داخل مصر بس، الاعارات اللي ناجحه اللي احنا شفناها في الجونه، شفناها في الاتحاد السكندري، ايضا شفناها في السموحه، احمد عبد القادر ومحمد شكري اللي بيشارك في المباراه السابقه امام اسوان، يعني اعارات نجاح في مصر، لكن تطلعات وافكار النادي الاهلي ازاي اللعيبه دي تكتسب خبرات اوروبيه، فدي الفكره اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فعلشان كده كان الاجتماع مهم بين الاربع ادارات، كابتن فتحي مبروك لجنه اكتشاف المواهب، كابتن شطه الاكاديميات والاكاديميات طبعا فيها عنصر مواهب او مواهب كبيره، والكابتن امير تسويق عمليه التسويق لاداره قطاع الناشئين. كل التوفيق للجنه التخطيط، وان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف مواهب كتيره وكتيره داخل الفريق الاول. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم من جديد. بالثلاثيه الاهلي يقدر او قدر يسعد جمهوره. دي كانت لقطات حصريه معانا هنا يعني من مطار كنشاسا وعوده بعثه النادي الاهلي. عايز اروح للموضوع مهم جدا مع حضراتكم، يعني انباء بقى خلال الفتره القادمه، وهي استكمال بطوله دوري الجمهوريه في الناشئين. كان راح جواب للنادي الاهلي من المناطق ومن اتحاد الكوره على امل ان شاء الله على اول ابريل هيكون في استكمال لبطولات الناشئين الجمهوريه مواليد 99 و2001 و2003 و2006، ولسه بطولات المناطق لسه يعني ما فيهاش اكيد 100%، لكن النادي الاهلي بدا يستعد من خلال الفتره السابقه علشان الفتره القادمه اول ابريل لو الدوري عاد. وانا يعني من هنا اتمنى عوده الدوري مره اخرى علشان عندنا منتخب 2003 وعندنا منتخب 2006 وتقدر الاجهزه الفنيه تنتقي اللاعبين. فعلشان كده النادي الاهلي بدا يستعد خلال الفتره الحاليه لبطولات الجمهوريه. نروح مع فريق 2001 ونشوف التقرير ده واستكمال التدريبات مره اخرى تحسبا لعوده المباريات. الحمد لله احنا خدنا اول 3 ايام اجازه، اشتغلنا كويس بقالنا اسبوعين، اشتغلنا صبح وبعد الظهر، مجهزين ولادنا لاي موقف. الدوله هتلعب بكره ان شاء الله، احنا جاهزين باذن الله. اول حاجه احنا بنجهز فريق للدرجه الاولى، مش البطوله بس، احنا بنتكلم مع الاولاد ان احنا لازم نبقى جاهزين عشان الدرجه الاولى في اي وقت لما بيحتاجوا لعيبه لهم جاهزين. فالولاد الحمد لله مستوعبين الكلام ده كويس قوي وشغالين على نفسهم كويس قوي، والحمد لله احنا الفتره دي شغالين كويس قوي. كابتن اينو شرف ليا ان انا اكون شغال معاه، انسان كويس قوي، لعيب كبير طبعا، مدرب هيبقى مدرب كبير قوي جدا في المجال دوت، عنده ثقه في نفسه كبيره جدا. العلاقه بيننا وبين اللعيبه، اللعيبه دوت اخواتنا ولادنا، وانت عارف ان هم انا عارفهم بقالي مثلا بتاع 6 7 سنين، ان هم جيل بتاع احمد سيد، فانا على طول بشوفهم وعلى طول بتكلم معاهم، ما كنتش جديد عليهم الفتره دي. فتره عصيبه احنا بنتمرن، عارف اللي بيتمرن بلا هدف غير لما انت الدوري بيبقى شغال والامور بتبقى واضحه بالنسبه لك، بتتمرن حاطط البرنامج بتاعك، عارف امتى ماتش امتى تمرين خفيف. لكن لما انت بتيجي كل يوم كده من غير دوري بيبقى الموضوع صعب شويه وبيبقى ملل حتى للاولاد، يعني بنحاول حتى نعمل لهم التمرينات اللي هم ما يملوش منها. ف يعني حاجه كويسه، بوادر ايجابيه اللي هم حطوا الجدول، بس الله اعلم بقى هيتلعب مش هيتلعب لسه مش عارفين، كلنا عارفين والكلام بيتقال في موجه جايه من الكورونا، فربنا يستر. الله اعلم، احنا شغالين وزي ما انت شايف وماشيين كويس وبنادي البرنامج بتاعنا اللي احنا حاطينه، وعلى امل ان الدوري يرجع. انا كده كده كان فاضل لي 3 مباريات واحنا الحمد لله ماشيين اول، فان شاء الله سواء اتلعب احنا مركزين، ما تلعبش ده بيبقى خلاص قرار دوله واحنا بنحترمه، فان شاء الله احنا جاهزين في اي وقت ونتمنى ان احنا نلعب ال3 مباريات. يعني هي فتره كانت صعبه برده، بس كابتن سيد كان بيتكلم معانا كتير في الكلام ده. انت دلوقتي عندك اصابات كتير قوي في الفريق الاول، وعندنا ناس من عندنا في الفرقه بتطلع فريق اول، ربنا يكرمه طبعا احمد نبيل كوكا وسافر معاهم، فده طبعا يدينا هدف ويدينا حافز كل اللعيبه اللي في سنه وحتى في الفرقه بتاعته وزمايله، ان الفريق الاول ممكن يحتاجك في اي وقت. فهو ده كان هدفنا برضو، ان احنا بنتمرن عشان الفريق الاول لو طلب اي حد مننا نبقى جاهزين. احنا الحمد لله يعني ما خدناش اجازات كبيره عشان ننهي زي ما بدينا، عشان لما نيجي نرجع ان شاء الله نستمر ونبقى اول ونكمل سلسله الانتصارات اللي احنا ماشيين فيها الحمد لله. وكابتن سيد يعني خد حته التوقف دي يعني استفدنا منها بشكل كبير، يعني لو شاف كل واحد كان ناقصه ايه وحاول يشتغل عليه، ولو كان حد مصاب يتاهل ساعه يعني خد راحته، عشان كان الفتره اللي فاتت ضغط ماتشات فما كانش بتقل واحد ما بيلحقش يتاهل والكلام ده. فالحمد لله يعني خدنا كل حاجه منها ايجابيات الحمد لله. دي كانت اخر استعدادات فريق 2001 تحسبا لعوده الدوري مره اخرى ان شاء الله في الاول من ابريل. ايضا نروح نشوف اخر استعدادات فريق 2005 وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل استقبل ضيفي نجم الاهلي السابق كابتن امير عبد الحميد. والله يعني فتره التوقف بتاعت الامتحانات دي، حتى فتره التوقف يعني احنا بنذاكر وبنتمرن، يعني كابتن عبد الله المدرب البدني كان بيبعت لنا فيديوهات على الواتساب عشان نتمرن، يعني عشان دايما المستوى البدني بتاعنا يبقى جاهز. حتى لما رجعنا بعد فتره التوقف بدنا نتمرن تمرينات قويه جدا عشان نرجع جاهزين. طبعا كنا مركزين في الدراسه وكنا مقضيين وقتنا كله في التمرين، بس كان عندنا كابتن عبد الله كان بيبعت لنا فيديوهات على الواتس
كان بياكد علينا ان احنا نعملها يعني، وساعات كنا بنكلم زوم تمام ونعملها فيديو كول، بس كانت فتره يعني كنا رجعنا الفورمه بتاعتنا فيها يعني ما حدش وقف تمرين. طبعا حاجه كبيره قوي ان انا اصعد مع 2003، طبعا بكتسب خبرات وكده، لعيبه 2003 لعيبه على اعلى مستوى، وكابتن شرف كان بيتكلم عليا كلام كويس قوي، وحاجه فخور بيها طبعا انا طلعت 2003. والله والحمد لله موسم كان مليان ماتشات، وما صعدت مع 2003 ولعبت ماتش مقاولين كانت تجربه صعبه، من دوري منطقه مع 2005 لدوري الجمهوريه بتاع 2003، شاركت في ماتش صعب قوي ماتش المقاولين العرب، كان في طابع خاص، في اللي هو يعني في قلق انك تشارك تكون بتلعب مثلا في دوري منطقه وتطلع تشارك مع دوري جمهوريه مع 2003، في حاجه صعبه قوي ليا. الحمد لله نزلت واديت الحمد لله. وكابتن شريف طبعا حاجه كبيره اللي هو ماسك 2005، واحنا بنكتسب منه خبرات كبيره، وان شاء الله اللي جاي احسن. واحنا فتره التوقف دي بس عشان الامتحانات، وكنا بننزل نتمرن، كابتن عبد الله كان بيبعت لنا فيديوهات على الواتس نتمرنها، وبرده اللي كان عايز ينزل يتمرن جنب البيت كده يجري حوالين هيجري في ملعب يتمرن مع مدرب بدني عادي يعني. والله احنا كنا مركزين جدا ان احنا ناخد الدوري وكنا الاول، بس جه بقى فتره الكورونا وبتاع فوقفوا، فدلوقتي داخلين على فتره الامتحانات فوقفنا، فكابتن عبد الله كان بيبعت لنا على الواتس تمرينات وبتاع عشان الفورمه ما تروحش بتاعت البدني، وكنا كان يعني ايه واللي عايز يتمرن جنب البيت ينزل يجري برده عشان النفس وبتاع، عشان لو رجعنا في اي وقت له الدوري في اي وقت فنرجع يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي ضيفكم النهارده واحد من نجوم الاهلي السابقين في حراسه المرمى، والاحلى من كده كمان هو خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دايما كان بيظهر في المناسبات القويه وفي البطولات القويه. شفناه في 2006 في كاس العالم وتحقيق الميداليه البرونزيه، وكان مشارك في كاس العالم. ايضا شفناه في البطوله الافريقيه وهو بيشارك امام القطن الكاميروني في 2008، هو كان حارس مرمى كبير، ودلوقتي بيعمل في أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد ما شاء الله، وبرضه ومحقق نجاحات. ضيف ضيفكم النهارده الكابتن أمير عبد الحميد، منورنا يا أميرو. حبيبي يا كابتن أسامة، أنا سعيد جدا والله بيك، ويعني سعيد دايما ما أكون في بيتي في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله بالتوفيق ليك، وأنا سعيد إن أنا معاك النهارده. حبيبي يا أميرو، عشرة عمر. حبيبي يا كابتن أسامة والله. قول لي يعني أمير عبد الحميد طبعا بيعمل في أكاديميات النادي الأهلي، لكن قبل ما أتكلم بقى عن الأكاديميات، شفت النهارده مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب؟ اه طبعا، يعني الحمد لله كان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا. احنا واخدين بطوله افريقيا ان شاء الله عشان نكمل باذن الله، واخد العشره باذن الله. حصل عدم توفيق شويه في الماتش اللي فات والماتشات اللي قبل كده، ولكن الحمد لله النهارده كان التوفيق معانا، اللعيبه كلها كانت رجاله، كله كان مركز. مستر موسوماني كمان عمل تشكيل كويس جدا، اللعيبه كلها كانت مركزه. النهارده كان ماتش مهم، ان ده هيبقى دفعه كويسه جدا انك انت ان شاء الله باذن الله احنا ممكن ناخد اول مجموعه كمان ونكمل ان شاء الله، ان دي بطوله غاليه وبطوله مهمه، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى خارج بطوله زي دي، وعلى اساس ان احنا ان شاء الله نكمل بقى ونلعب كاس العالم باذن الله ان شاء الله. شايف مستوى محمد الشناوي ازاي؟ خاصه ما شاء الله محمد الشناوي بيعيش يعني ازهى فتراته، سواء في البطوله التاسعه، سواء في بطوله كاس العالم للانديه السابقه للنادي الاهلي حقق فيها البرونزيه، وكمان دلوقتي ما شاء الله، وهو دلوقتي اصبح كمان كابتن من كابتن النادي الاهلي. والله يا اسامه بص، انا بالنسبه لي محمد شناوي مش ان هو بس كاس العالم للانديه ولا بطوله افريقيا. شناوي بقاله فتره كبيره جدا مركز، بقاله اكتر من سنتين ثلاثه، استغل الفرص اللي جات له سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، لعب كاس العالم. كان في مشكله طبعا ان الحضري كان بيلعب فتره كبيره جدا، ما كانش الناس ما كانش عندها ثقه في حد ان هو يلعب. شريف شارك، احمد الشناوي شارك على بعض الفترات بالنسبه لمنتخب مصر. بعد كده الشناوي لما خد في اخر ايام الحضري ده كان بالنسبه له كانت فرصه كويسه جدا، قدر يمسك في الفرصه في النادي الاهلي بعد اصابات شريف وكده، قدر يمسك في فرصه تاني، ابتدى يبقى رقم واحد في النادي الاهلي. مركز كل الماتشات الحمد لله كان مركز فيها، بيتمرن بشكل كويس جدا، انا متابعه كمان وعلى اتصال دايما. ايه اللي اتغير في الشناوي؟ الشناوي طلع ومعاك وانتوا لسه وهو لسه صغير. الشناوي كان الحارس رقم كام لما طلع معاكم؟ يعني كان معانا اعتقد اسامه كان رقم 4 أو 5، كنت انا والحضري وشريف واحمد عادل عبد المنعم وهو
كان هو رقم 5 كان رقم 5 كان بيتمرن بشكل كويس. لعب ماتش او ماتشين اعتقد مع في النادي الاهلي ماتش ام بي تقريبا وماتش تاني بعد ما احنا كنا مريحين وهو لعب ماتش مع الناشئين وبعض اللعيبه من الفريق الاول لعب معانا كان طالع برضو من ناشئين النادي الاهلي ما كانش فيه فرصه ليه كويسه ان هو يشارك ويثبت نفسه لكن كان خامه مبشره من ناحيه الستايل من ناحيه القوه البدنيه بتاعته التدريبات الكويسه اللي كان بيتمرنها معانا الخبرات اللي كان بيستفادها مننا ابتدى يلعب لكن ما كانش فيه نصيب شارك شويه في اعتقد في الحرس والجيش بتروجيت خد خبرات شويه لما رجع النادي الاهلي طبعا خد خبرات ولما رجع النادي الاهلي رجع بقى بتركيز اقوى وبخبرات اعلى لان هو ابتدى يلعب في الدوري ممتاز خد خبرات مع بتروجيت ومع الجيش ومع الحرس وبعد كده لما جه النادي الاهلي كان جاي بديل ولكن هو كان عنده امل وكان عنده طموح ان هو يبقى رقم واحد وده بالفعل اللي حصل ان هو ما بيأس وفي ميزه كويسه جدا او ميزتين ان هو يعني عنده شخصيه ولما بيغلط ما مش بيفرق معاه حاجه ما بيفرقش معاه النقد ودي حاجه كويسه جدا عنده شخصيه النادي الاهلي بشكل ايجابي ايجابي ازاي يطور النقطه اللي عنده ايجابي وبيستفاد واي حد بيقابله بيتكلم معاه بينصحه في حاجه معينه هو بيستفاد من ده وماشي بشكل كويس بقاله اكتر من سنتين ثلاثه فيعني ربنا يوفقه دايما يفضل كده على المستوى ده وربنا يحفظه طبعا عشان الاصابات والحاجات دي كلها انا شايف ان هو من اهم اللعيبه في النادي الاهلي ومن اهم اللعيبه في مصر واستفاد خبراته بقى عنده شخصيه وعنده شخصيه النادي الاهلي من هو صغير لكن زادت طبعا وزاد الحماس بتاعه النهارده هو كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي هو بقى كابتن النادي الاهلي اكيد في شخصيته أكيد أكيد داخل الفرقه وحتى داخل الملعب كمان اكيد عنده خلاص هو كمان شارب الحته دي من النادي الاهلي انت عارف يا كابتن اسامه اللي بيلعب في النادي الاهلي وبين النادي الاهلي بيبقى متعود وهو صغير ان هو يبقى قائد وان هو يبقى عنده شخصيه بتاعه النادي الاهلي ودي مش اي حد عنده شخصيه يدخل النادي الاهلي والنادي الاهلي كمان لما بيجي يجيب لاعب لازم بيجيب لاعب يكون عنده شخصية النادي الأهلي وهيفيد النادي الأهلي فبالتالي الشناوي من الناس اللي كان عندها شخصية ابتدى ياخد ثقة ابتدى يبقى كابتن النادي الأهلي مسؤول كبير وزائد ده ان هو مسؤول ان هو بيمثل النادي الأهلي في حراسة المرمى ودي حاجة قوية جدا فربنا يوفقه وهو مركز بشكل كويس اتمنى له التوفيق يا رب دايما ان شاء الله واحنا بنتكلم عن الشناوي أمير عبد الحميد وكان جون كبير لعبت في ظروف صعبة وكنت على نفس المستوى والاداء ونفس البطولات اللي كان النادي الاهلي بيحققها واضفت يعني في حراسه المرمى النادي الاهلي تقييم امير عبد الحميد لحراسه المرمى النادي الاهلي ازاي دلوقتي خاصه ما شاء الله مع ميشيل يانكر مدرب حراس مرمى الاجنبي شايف محمد الشناوي شايف علي لطفي الحارس الثاني شايف مصطفى شوبير ازاي وكمان في عندنا الناشئ علاء حمزه انا شايف ان هم بيأدوا بشكل كويس والراجل عامل يعني شغل كويس جدا جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني وانا يمكن كمان اتكلمت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله راح اقعد معاه وهقعد معاه وهستفاد طبعا من خبرته راجل ماشي بشكل كويس عنده خبرات كويسه جدا بيتعامل على العامل النفسي شغله بسيط جدا بيفوق اللاعب احنا يعني او يفوق الحارس احنا عندنا في مدربين حراس مرمى في العالم او هنا في مصر دايما كل واحد ليه شغله كل واحد ليه طريقته سواء بقى في الشغل التكتيك او في التدريبات بقى اللي هو الاحمال والاخر لكن هو اللي انا شفته ان هو بيتعامل بشكل كويس بسلاسه شغله قليل شغله كله مواقف لعب وبالتالي على كمان على المستوى النفسي اعتقد ان هو ليه دور كبير فبالتالي النهارده محمد الشناوي لما بيلعب شفنا علي شفنا مصطفى شوبير انا شايف ان هم يعني عامل حاله كويسه جدا من بين الحراس وان شاء الله اي واحد فيهم برضه لازم وكمان مديهم ثقه ان اي واحد فيهم يبقى جاهز ان هو يلعب في اي وقت وده بالفعل اللي حصل قبل كده علي لعب فجأة النهارده مصطفى شوبير شارك في الكاس وأدى بشكل كويس فأنا شايف إن يعني الحراس مرمى على مستوى عالي من التركيز وعلى المستوى النفسي كمان شايف إن في ارتباط بينهم بين المدرب كويس جدا ودي حاجة كويسة ونادر جدا يا كابتن أسامة إنك أنت تلاقيها مهمة جدا العلاقة علاقة الحارس بالمدرب بتاعه بالظبط فأنا شايف إنه عامل شغل كويس جدا معاهم يعني أكيد هنرجع للنادي الأهلي وهنتكلم عن كأس العالم للأندية خاصة كنت احد اللاعبين المشاركين برضو في 2006 لكن عايز اروح لاكاديميه النادي الاهلي كابتن امير عبد الحميد مدير اكاديميه النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد يعني كلمنا عن العمل داخل الاكاديميه
اخبار المواهب ايه عندنا في الاكاديميه في فرع الشيخ زايد؟ والله يا كابتن اسامه، يعني انا على المستوى الشخصي استفدت كتير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري. الحمد لله عملنا شغل كويس. يمكن انا ابتديت المهمه من حوالي 3 سنين كان مع كابتن خالد بيبو، كان عامل مجهود كبير جدا، ودلوقتي الكابتن شطه بيكمل المسيره، وكابتن محمود صالح وكابتن حماده مرزوق والكباتن الكبار كابتن احمد عبد الباقي. فبالتالي احنا عندنا الحمد لله شغل كويس جدا، خصوصا في الشيخ زايد عاملين يعني شغل كويس. عندنا لعيبه كتير وموهوبه، حراس مرمى موهوبه، وبالتالي احنا في تناسق بيني وبين كابتن شطه، وفي تواصل بيني وبين كابتن خالد بيبو، ان احنا بنودي كل فتره مجموعه من الولاد في اعمار السنين مختلفه. عندنا لعيبه كويسه جدا، وبنامل ان شاء الله ان دول يبقوا مستقبل النادي الاهلي من خلالنا ومن خلال القطاع ان شاء الله باذن الله، يفيدوا القطاع وبعد كده يفيدوا الفريق الاول في المستقبل. الاعمار السنيه من كام في الاكاديميه في النادي الاهلي في الشيخ زايد؟ احنا عندنا من 2002 و3 و4 و5 دول بيبقوا مع بعض، عشان دول بيبقى السن الاكبر الاكبر، فبيبقوا قليلين العدد لحد سن 2016. فعندنا لعيبه كويسه في 2012 وفي 11 وفي 10 وفي 8 و7 و6 عندنا اولاد كويسين. عملنا كمان دوري باسم مؤمن زكريا طبعا. أيوة، ربنا يشفيه. انا عايز اكلمك عن مؤمن زكريا والدوره، يعني فكره رائعه كمان انكم تسموا البطوله باسم مؤمن زكريا ويكون موجود في الحفل الختامي، ده شيء جيد جدا. عملنا ده وكان يوم لطيف جدا، وكان بطوله كويسه جدا، الناس كلها اتبسطت سواء اولياء الامور او الولاد الموجودين. عملنا شغل كويس جدا، كان بطوله كويسه جدا. ودايما بنعمل، انت عارف النادي الاهلي بيبقى دايما بيعمل اي حاجه جديده ويبقى هو المتفوق دايما. يمكن احنا كان كنا يعني قعدنا مع بعض كابتن شطه وكابتن خالد بيبو وكل المسؤولين في النادي، ان احنا عارفين ان كان في وقت كده القطاع الناشئين والقطاع هيوقف شويه. الدوريات اللي هي بتاعت الاكاديميات وقفت شويه، لكن احنا كنا مستمرين بنعمل ماتشات. عملنا دوري مؤمن زكريا الحمد لله، كان طلع بشكل كويس جدا والولاد استفادوا، وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هنبتدي ناخد الولاد المميزين نلعب مع القطاع، لان دي حاجه تبقى كويسه وتواصل بيننا وبين القطاع. دي النقطه المهمه جدا بالزبط. يعني النهارده اكاديميات النادي الاهلي مش في الشيخ زايد بس، ده في كل المحافظات ما شاء الله. دلوقتي عندنا 16 فرع، فده مكان يعني بتقدر تطلع منه مواهب. هل النهارده عمليه التواصل ما بين الاكاديميه او الاكاديميات النادي الاهلي موجوده مع القطاع النهارده، مع المدير الفني الاجنبي، مع الكابتن شطه، مع الكابتن خالد بيه، التواصل ده موجود في في تواصل يا كابتن اسامه؟ يمكن احنا كل اسبوع كل الافرع بتجينا، مثلا افرع المنصوره وشيخ ومدينه نصر والقطاميه، كل ده يعني احنا عاملين شغل كويس جدا. كل اسبوع بيروح حوالي 3-4 اكاديميات، بيقابلوا مثلا 4 اكاديميات تانيين وهكذا. الناس بتصعيد بتجينا، احنا بنروح بنعمل جو كويس جدا. ومش في زايد بس ولا مدينه نصر، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا في المنصوره، عندنا في اسكندريه، في القطاميه، في حلوان، في الجزيره، فعندنا لعيبه كويسه جدا، قاعده كبيره جدا. بنقعد احنا بقى مع المديرين الافرع كلهم، مع كابتن شطه، بناخد الولاد المميزين والكويسين، بنعمل ماتشات مع بعض، وبعدين بيبقى في تواصل بيننا وبين الكابتن خالد بيبو، ان هو بيشوف ناس، هو كده كده كان هو معانا وكان عارف بعض اللعيبه. فبالتالي بيبقى ده تنسيق كويس جدا، وده بيفيد الولاد وبيفيد النادي الاهلي. واحنا مستمرين ان شاء الله، هنخلص 30/4 باذن الله. ما كان خدناش اجازه، انت عارف موضوع كورونا كان موقف الدنيا شويه، ولكن الحمد لله الاولاد موجودين. في امور احترازيه وفنيه، وكل الاولاد مبسوطين مستمرين الحمد لله. فبالتالي احنا كل اسبوع او كل كام يوم بتيجي اكاديميات بنلعب مع بعض، وبنختار الاولاد المميزين الكويسين. هنبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي للقطاع الناشئين مع كابتن خالد بيه باذن الله. واحنا ان شاء الله هنكون برضو موجودين معاكم كاميرا الاشبال في المباراة الختامية إن شاء الله في دوري مؤمن زكريا، إن هو يستحق إن احنا نكون موجودين. مؤمن زكريا يعني ابن من أبناء النادي الأهلي، وأيضا يعني لاعب خرج من قطاع الناشئين وليه تاريخ كبير في النادي الأهلي. كابتن أمير، عايز أرجعك بقى زمان ورا. افتكر زمان قوي؟ لا أنت لسه أيامنا ولا مش عايزين نكبرك يعني، عايزين نفتكر بقى مع أمير عبد الحميد وذكرياته بقى، أول مرة دخل فيها النادي الأهلي في قطاع الناشئين، كنت اختبارات ولا بخمس كور ولا ب2 جنيه استماره. كان اخويا مجدي طبعا هو كان متولي الموضوع ده. ففوجئت ان هو جايب لي الاستماره، دخلت. حتى يمكن كابتن ابراهيم عبد الصمد كان معايا من يومين، كنت لسه بنفتكر هو اللي اختار كابتن ابراهيم. هو اللي اختارني. يمكن كان في نجوم كبار، كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شطه وكابتن اكرامي والدكتور مفتي والدكتور عمرو بن مجد، ناس كتير، وكابتن امين عرب، ناس كتير جدا جدا كانت موجوده. فدخلت اختبار عادي.
المفروض انت بتلعب الاختبارات ربع ساعه وربع او تقسيمه تقسيمتين. انا من اول كوره الكابتن ابراهيم عبد الصمد قال لي تعالى قعدت كده على جنب قال لي استناني هنا. كان معايا طبعا احمد السعداني ويوسف شريف دلوقتي طبعا اتجهوا اتجاه ثانيه فانا الكابتن ابراهيم عبد الصمد قعدني في مكان قال لي ما تتحركش. فجي بعد كده الولاد اللي هم مفروض ان هم اختبارات ما وفقوش في الاختبارات جم قعدوا جنبي. فكابتن ابراهيم عبد الصمد قال المجموعه دي تجينا السنه الجايه وكده. فانا مشيت معاهم ما قال لي المجموعه دي انا نسيت خالص ان هو قال لي ايه اقعد هنا انت من الناس المميزه. مشيت بعد كده كابتن عبد الصمد سال عليا عم حارس جابني قال له قال له ده مشي. فجي كابتن عم حارس جالي على كبر قصر النيل ونادالي وقال لي النادي مقلوب جاري جاري, جاري, جاري نادالي وقال لي النادي المقلوب عليك. فروحت كابتن عبد الصمد زعق لي قال لي مش انا قلت لك تقعد هنا ومش عارف ايه. قلت له قالوا لي المجموعه دي تمشي. قال لي لا انت موجود معانا. مضيت مع مجمع الله يرحمه الله يرحمه. بعد كده دخلت بقى في الجو بقى الماتشات مع الناس القديمه وكملت بقى الناشئين كلهم لحد الفريق الاول الحمد لله. طب قول لنا لا قبل ما اروح للفريق الاول قول لي مين كان جيلك في الناشئين ما شاء الله كنتوا فرقه كان فرقه كبيره. احسبك معايا ولا لا انا كنت بصعد معاك بتصعد معانا. كان معايا احمد صلاح حسني ابراهيم سعيد ومحمد جوده واسامه حسن وبلال وفضل لما طبعا فريق 80 مواليد 80 اتلغى صعدوا معانا وكان معانا بعض اللعيبه ما كملوش زي حماد ومنصور ووليد ودول ما كملوش ونصار حسام كريم. الجيل ده بتاعنا وكان معانا طبعا ابراهيم سعيد وجوده. الجيل ده الحمد لله كان جيل كويس جدا على مستوى الجمهوريه عامه يعني احنا مسمعه في مصر كلها كنا مسمعين. وحتى اسامه لما كنا بنيجي نلعب ماتشات اهلي وزمالك واسماعيلي ودوري الجمهوريه كان في جمهور كتير جدا وكانوا الناس مرشحه 4 5 6 لعيبه من الجيل بتاعنا الفريق الاول. وبالفعل صعدنا واحنا صغيرين قوي. يعني انا فاكر ان انا صعدت وانا عندي 14 سنه وخدت بطوله مع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه. كان بطولة النخبة العربية في تونس تسيد احمد السيد ولا احمد السيد واحمد السيد ده ميسي ميسي طبعا ميسي ما انا بقولك مش يعني في ناس كتير بس انا اكيد يعني مش عايز انسى حد. صعدنا وهاني سعيد لما صعدنا كلنا عملنا شغل كويس جدا سنه حاجه و90 98 وخدت بطوله انا مع النادي الاهلي وانا عندي 16 سنه. كان في مجموعتين مجموعه بتلعب البن الاثيوبي هنا في بطوله افريقيا وقت تسوب اللي متعمل فرقتين بالظبط وفي بطوله النخبه في تونس في تونس كنت انا موجود بقى مع كابتن مجدي طلبه وكابتن حسام ابراهيم يعني كباتن كبار وكابتن سمير كمونه والحضري وكابتن رضا عبد العال ناس كتير جدا كنت صغير انا ساعتها. فدي كانت بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا ان انا اصلا بتمرن مع النجوم الكبار ان انا اخد بطوله وتتحسب لي في التاريخ بتاعي وانا عندي 16 سنه. فدي حاجه كويسه جدا يعني بالنسبه لي. شايف الصور دي معانا دي كانت بطوله دي كانت في 2001 2001 اعتقد ماتش سان داونز تقريبا دي في البدايات دي لا ده بطوله افريقيا بطوله افريقيا دي بطوله افريقيا ولا ده استاد ايه ده استاد رادس ده ولا ايه استاد المنزه في رادس المنزه ده استاد المنزه في تونس مباراه الترجي بتاعت سيد عفيز بالظبط. فاكر البطوله دي دي بطوله القطن الكاميروني ابو غيب الله يرحمه طبعا التيشيرت ده كنت انا الوحيد اللي عامله وحتى كان معايا كريم تركي مباراه القطن الكاميروني دي القطن الكاميروني اللي هنا كسبنا فيها 2-0 لعبت في كاس العالم للانديه برضه لعبت 2006 و2008 و8 2008 2006 عشان حقنا فيها البرونزيه كان الحضري اتعور ماتش انترناسيونالي ونزلت اخر ربع ساعه وبعد كده لعبت الفاينل اللي هو ثلاث العالم الحمد لله كنت ولعبت ونمصاب والناس كلها هي دي بص الصوره معانا هنا دي برونزيه كاس العالم في 2006 انت عارف يا كابتن اسامه انا الماتش ده انا كنت مصاب قبليها بثلاث ايام عندي مزق في الضمه ولعبت وانا مصاب ولو بصيت في عيني الشمال واخد بوكس عالمي في الماتش في الاول وكملت برضه لاني طبعا دي بطوله يعني كبيره والواحد يعني انت شفت النهارده محمد شريف راجل متعور وعمال يلعب ويكمل ويلعب لان دي فرص بتبقى مش هتتعوض تاني خصوصا انت بتمثل النادي الاهلي اي ماتش لاي واحد ان يمثل النادي الاهلي ماتش كبير جدا طبعا لا وكمان انت النهارده انت كنت الحارس الثاني فانت النهارده بتدخل في ظروف صعبه انك انت تكون مهيئ نفسيا وجاهز انك تلعب في بطوله الاكبر ده شيء يعني يحسب ليك ويحسب بالزبط. كمان لحراسه المرمى النادي الاهلي وقتها بالظبط ويمكن كان معانا كابتن نادر السيد وكان ساعتها مستر مانويل جوزيه بيعمل ايه بقى
احنا كنا ثلاثة. الحاضر لو لعب انا وكابتن نادر كل واحد ماتشين احتياطي. لو انا لعبت يبقى الحاضر ماتشين وكابتن نادر ماتشين، ولو كابتن نادر لعب انا ماتشين والحاضر ماتشين احتياطي كده. كان الاحتياطي بس. فانا كان اخر ماتش لينا كان المقاولين العرب اعتقد هنا، وبعد كده في ماتش فريق من استراليا. ده اللي هو المفروض لو حصل حاجه للحضري انا هلعب. وانت عارف البطولات المجمعه بيبقى ثلاث حراس موجودين وال20 لاعب موجودين. فانا كان خلاص اول ماتش كسبنا فيه 2-0 في لافيو وبوتريكا، وبعد كده انا فضلت بقى انترناسيونالي فانا كنت موجود يعني بس مركز، المفروض ان اللي هيبقى موجود كابتن نادر. لقيت مستر مانويل جوزيه بعد الحضري ما اتعور قال لي قوم سخن. سخنت ونزلت عشان كده الواحد بيبقى المناسبات اللي زي دي، وان الواحد يمثل النادي الاهلي في اي ماتش دي حاجه كبيره جدا بالنسبه له، وكان ماتش مهم جدا وبطوله مهمه جدا للنادي. قول لنا الذكريات بقى، يعني الذكريات بتاعت الفريق الاول والمعسكرات والحاجات الحلوه اللي بتحصل داخل الكوره، قول لنا فكرنا كده. يعني انا كنت فاكر في اليابان كان معانا الله يرحمه محمد عبد الوهاب واستاكوزا. الاثنين كانوا ما شاء الله، كان فاكر انت لما كانوا عاملين جو جامد جدا ومعاهم طبعا احمد السيد. طبعا. بعد كده الجيل اللي بعديه بقى معتز اينو دخل، وكان احمد عادل، وكان احمد السيد برضو دخل معاهم. فاجواء بتبقى يعني مميزه جدا وفي المعسكرات، ويمكن الناس كتير جدا ما تعرفش الكواليس دي، ان احنا يعني عارف اللي هو بيبقى فيه تركيز جامد، وبيبقى فيه برضو بعض اللعيبه بتهدي الدنيا شويه، بتروق الدنيا شويه في الحته الترفيهيه دي. بتبقى معسكرات حلوه جدا وبيبقى الواحد عمره ما ينساها. يعني انا يمكن لفيت لعبت في انديه كتير، لكن ايام النادي الاهلي ايام النادي الاهلي ما بتتنسيش، ومعسكرات النادي الاهلي. وكل يوم يعني انا لحد النهارده انا فاكر كان عندي 10 سنين دخلت النادي ازاي، وكنت لابس ايه، وعم حارس جير ورايا ازاي. فبالتالي وكل الماتشات في الناشئين ومع الفريق الاول ومعسكرات، فدي بتبقى كانت بتبقى معسكرات وايام وذكريات للتاريخ ليا ولاولادي لما يجوا يتفرجوا على الحاجات دي. وبطولات الحمد لله، فدي حاجه كويسه جدا يعني. تمام، استسمحك نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل اعرف منك ايه المباراه اللي ما ينساهاش امير عبد الحميد. تمام، نروح لفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيفي برضه كابتن امير عبد الحميد نجم الاهلي السابق. كابتن امير، كنت بسالك قبل الفاصل ايه المباراه اللي في حياتك اللي انت ما تنساهاش، لما تسترجع كده شريط الذكريات وانت قاعد مبارياتك حتى في الناشئين مع الفريق الاول في البطولات، ايه المباراه اللي دايما تبقى عالقه في اذهان امير عبد الحميد؟ في مباراتين مهمين جدا برضه بالنسبه لي، كان ماتش القطن الكاميروني. هي بطوله كامله بس الماتش القطن الكاميروني اللي هنا واللي هناك. لاني طبعا كان ماتش حاسم. دي كان اول مره تلعب فاينل افريقيا صح؟ كنت اول مره العب فاينل افريقيا. يمكن انا كنت في المناسبات قبل كده موجود يعني. انا بتكلم على المباراه النهائيه. هو القطن الكاميروني، وكان وفي برضو تالت العالم لما رحنا كاس العالم للانديه كلوب امريكا، ده برضو كان من الماتشات اللي انا ما انساهاش ابدا. وماتشات في الناشئين برضو كانت دايما ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي، دي بالنسبه لي ماتشات ما اقدرش انساها يعني. في الناشئين. واول ماتش ليا مع الفريق الاول كان المصري بورسعيد. المصري في بورسعيد او ماتش رسمي ليا مع النادي الاهلي كان سنه 99 2000. ده برضو من الماتشات اللي هي مهمه بالنسبه لي يعني. مين الشخصيه اللي في تاريخ امير عبد الحميد يعني بيدين لها بالفضل، اللي غيرت في شخصيتك، اللي قدرت تساعدك في فترات كبيره؟ في طبعا مدربين، كابتن احمد ناجي برضو. يعني كابتن ناجي ليه دور كبير جدا لان هو كان معايا مرحله الناشئين. وبعد كده الفريق يعني كابتن ناجي كان بيمرنك في الناشئين. في الناشئين، ولما طلع فريق اول كنت انت برضو معاه. طلعنا مع بعض مع الفريق الاول، فهو عارف امير كويس فاثر فيا كتير جدا. وفي الناشئين كابتن مروان عبد الصمد والكابتن خالد جد الله من الناس المهمه جدا، وكابتن محمود صالح من الناس المهمه جدا بالنسبه لي برضو، كابتن فوزي سكوتي. دول اثروا معايا في الناشئين، وكابتن مختار طبعا واحنا صغيرين اللي هو اهلوني كويس نفسيا وبدنيا وفنيا ان انا اطلع مع الفريق الاول. مستر جوزي طبعا فرق معايا جدا برضو، من الناس المهمه جدا في حياتي. وعلى المستوى الشخصي طبعا اخويا مجدي طبعا هو اللي كان بيساعدني كتير، وكان بيتكلم معايا وكان بيقف جنبي بحيث ان انا اعرف اهميه النادي الاهلي، ان احنا من عيله اهلاويه اصلا من وانا صغير، واهلي وابويا وامي كلهم اهلاويين والعيله كلها. بس يعني اكتر حد هو كابتن احمد ناجي، عشان هو كان متابعني من الناشئين. ولما طلعنا الفريق الاول يمكن في موقف كمان، انا ما كنتش عارف كابتن ناجي زمان قوي وانا صغير. هو مع انه لعب في النادي الاهلي وكده،
فكان عندي منتخب ناشئين ففوجئت ان هو جالي كان مسك في شويه دخان وبعد كده مسك ناشئين فجالي اتفرج عليك لا هو جالي وعارف امير جالي كنا في مكسل الاولمبي تقريبا معسكر ومنتخب ناشئين وجالي واتكلم معايا وخرجني بره المعسكر واحنا اتغدينا وقعد يحكي لي عن ظروفه وقعد يحكي لي عن حياته وبعد كده قال لي انا شايف فيك يعني نفس مستقبل ونفس شخصيتي ونفس اللي حصل لي في حياتي وانا شايف ان انت فيك مستقبل مع في النادي الاهلي كبير وفضل فعلا كان بيدافع عني وكان بيتكلم كويس جدا مع الصحفيين كويس فبالتالي ده ساعدني جامد جدا اداني ثقه جدا كبيره جدا في نفسي وفي امكانياتي ان انا كمان لما لعبت منتخبات ناشئين كتير مع منتخب الاولمبي ورحت منتخب مصر 2000 تقريبا مع جيرار جيلي وكابتن أنور سلامة كنت صغير برضو كان عندي 19 سنة فدي ده كل ده فرق معايا الحمد لله وما شاء الله كابتن ناجي يعني في حراس مرمى تاريخ كبير طبعا سواء كمان مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر وأيضا كمان دلوقتي في الوقت الحالي مع سموحة ما شاء الله عمل شغل هاي وإنت بتتكلم عن المدربين اللي أثروا في حياتك حتة انتقال المدربين في الأكاديمية أو طبعًا. في الأكاديميات أو في قطاع الناشئين مهم جدا النهاردة عملية انتقاء المدرب للولد الصغير إنه اللي بيتعلم منه الولد شايفه مثل وقدوة ليه مهم جدا يا كابتن أسامة وحلو قوي اللي انت قلته دوت لأن احنا عندنا احنا المديرين الأفرع ومعانا كابتن شطة وكابتن خالد بيبو احنا عندنا خبرات فبالتالي المدرب لما بنيجي نختاره اصلا من البدايه خالص بنختار مدرب يكون عنده شهادات كويسه لاعب عنده خبرات يمكن انا عندي في فرع الشيخ زايد عندي ناس كتير جدا لعبت في النادي الاهلي وده مهم جدا من ابناء النادي الاهلي طبعا بيبقى عارف يعني ايه الولد يعرفه يعني ايه يبقى شخصيه النادي الاهلي دايما يلعب على المكسب على المستوى السلوكي يبقى ممتاز فده بيفرق معاه جدا بيجي بقى بننقل خبراتنا للمدرب من المدرب بينقل الكلام ده للولد واحنا كلنا مع بعض بقى هو المدرب يبقى عنده خبرات بيقول لي كابتن مثلا في ولد كذا عايزك تتابعه فانا لو انا ما شفتوش اصلا لو انا ما تابعتش ان انا طبعا بتابع كل الامور الاداريه والفنيه في الاكاديميه فرع الشيخ زايد فبالتالي بنيجي بقى نختار من البدايه المدرب اللي عينه كويسه وكمان احنا كمان ده بيساعدنا ان احنا نختار لعيبه كويسه وده بالفعل الحمد لله فارق جدا جدا وعندنا امكانيات لعيبه كويسه او في الاكاديميه وزي ما قلت لك في البدايه ان احنا ده بيوصلنا ان احنا في تواصل بين الكابتن خالد بيبو في القطاع بالظبط عندنا الحمد لله لعيبه كويسه راحت القطاع وان شاء الله الفتره الجايه كمان هنعمل ماتشات مع القطاع المميزين بحيث ان يبقى في فرصه للولد ان هو يروح القطاع وانا بقول ان الولاد حظهم حلو الجيل ده لان احنا ايامنا ما كانش فيه حاجه اسمها اكاديميه كنت بتيجي من الشارع او من على على, على قطاع الناشئين على طول على طول يعني لو الاكاديميه كمان هو مكان مش لتعليم الفنيات بس ده بالعكس ده النهارده مكان اكيد فيه مدرب كويس يعني بتعلم فيه السلوكيات تعلم فيه الفنيات فده يعني شيء جيد حته فكره الاكاديميات خلال الفتره دي عايز اروح برضو لمحمد صلاح محمد صلاح نجم مصري عالمي ايضا في النادي الاهلي تريزيجيه ما شاء الله برضو ماشي بخطى ثابته محمد صلاح وتريزيجيه يعني عاملين حالات في اكاديميات مصر كلها تمام محمد صلاح طبعا شايف الصوره دي بقى واحنا بنتكلم عن محمد صلاح دي كنا في منتخب مصر مع كابتن شوقي غريب كان في تشيلسي هو انا مش عارف جبت الصور دي منين اي خدمه اي حاجه هنا هتلاقي فيه مفاجآت كتيرة كان صلاح في تشيلسي وكنا عندنا معسكر مع المنتخب واداني التيشيرت ده ولسه محتفظ بيه واداني روما برضو وروما كمان كان بعته لي على فكره يعني كان عندي معسكر مع النادي مش فاكر كنت في انتاج او دجله مش فاكر كلمني وبعت لي واحد صاحبه على الفندق كان بعت تيشيرتين واحد ليا واحد لحمائي فماضي عليه وكل التيشيرتات اللي محمد صلاح لعب بيها عندي في الموجوده فدي حاجه كويسه جدا ده فخر لينا رفع طموح اللعيبه وطموح اولياء الامور كمان وطموحنا احنا وكل حاجه رفع كل حاجه بصراحه ربنا يحفظه ويحفظ كل اللعيبه اللي موجوده عندنا برده ما انساش كوكا والنني وناس كتير جدا طبعا دول برده طالعين من اكاديميات قطاع الناشئين في الاهلي بالظبط في ناس من قطاع الناشئين في النادي الاهلي وفي ناس من الاكاديميات وان صلاح طبعا وتريزيجيه فخر لينا وكل اللعيبه النني وكل الناس وكوكا وحجازي كل مش عايز انسى حد المحمدي كل الناس اللي موجوده في لعيبه كتير موجوده بره في الاكاديميه لما الاهلي بيكسب مباراه زي مثلا الزمالك النهائي الافريقي زي كاس العالم بتجيبوا اللعيبه وتقعدوا تتكلموا معاهم
وتكلموهم عن الاهلي ومين اللي جاب الجون والسلوكيات والحاجات اللي بتحصل في المباريات. هو دلوقتي كابتن اسامه خلاص بقت الولاد عارفين حافظين كل حاجه. اه احنا اصلا كده كده عاملين سيستم لما يكون في ماتش مهم للنادي الاهلي نهائي او ماتش مهم بناخد اجازه اليوم ده عشان الولد يتفرج على اللعيبه اللي موجوده ان اللعيبه دي قدوه ومثل ليهم. فبالتالي بقى خلاص بقى عارف بيتفرج على قناه النادي الاهلي بيتفرج على لعيبه النادي الاهلي كل الماتش لازم يتابعه. حتى احنا الجيل بتاعنا مثلا الولاد فوجئت ان هم بيبقوا عارفين الكابتن امير وهم لسه صغيرين بيعرفوني ازاي بقى بيدخلوا بيشوفوا القنوات بيشوفوا الماتشات بيشوفوا النت بيدخلوا على يوتيوب بيشوفوا مين كابتن امير اللي هو مدير الاكاديميه. الزمن اتغير بالظبط احنا فبقيت بالتالي الولاد بيبقوا عارفين كل صغيره وكبيره. بيبقى تلاقي اللعيب نفسه في الاكاديميه عامل نفسه ستايل زي مثلا شناوي لا وزي اللعيبه بتاعتنا يعني رابط الشوز بطريقه معينه زي مثلا حسين الشحات الجول لابس بشكل معين زي الشناوي بتلاقي مش عارف عامل بندانة عامله ازاي شبه مين. بقى الولد بقى عنده لعيب النادي الاهلي بقى هو قيمه بالنسبه له ومثل وقدوه بالنسبه له. فبالتالي دي حاجه بتبقى كويسه جدا وبنعلم ده للولاد ان هو عشان تكبر وتبقى زي اللعيب المشهور ده لازم على المستوى الشخصي تبقى مميز على المستوى النفسي تبقى كويس على المستوى الاخلاقي تبقى كويس والفني ده لازم نعلمه وعلمه يعني ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما فاعل مش رد فعل. النادي الاهلي دايما هو اللي بيكسب دايما النادي الاهلي هو رقم واحد دايما النادي الاهلي ما ينفعش يتعادل او يخسر. فبالتالي النهارده الولد لما بيجي يلعب ماتش بتلاقيه بيعيط في ماتش حتى لو ماتش ودي لما بيجي يلعب ماتشات بيعيط فبساله انت بتعيط ليه يقول لي عشان انا اتعادلت او النهارده انا خسرت. فدي حاجه كويسه جدا بنعلمها للولد وهو صغير ابتدي تنمو بقى جواه ويعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي يلعب على المكسب دايما. فدي حاجات احنا بنعلمها للولد وهو صغير بتفيده طبعا لما بيكبر ويبقى نجم كبير. يعني اخبار الكابتن شطه ايه معاكم في الاكاديميه؟ كابتن شطه ما شاء الله عامل مجهود كبير في اكاديميه النادي الاهلي وكمان كان في اجتماع امبارح لجنه التخطيط مع الادارات في النادي الاهلي الكابتن خالد بيه ورئيس قطاع الناشئين وكان الكابتن امير توفيق مدير التسويق كان الكابتن فتحي مبروك لجنه اكتشاف المواهب وكان ايضا الكابتن شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي كان موجود في الاجتماع علشان الرؤيه المستقبليه وعلشان كمان افتتاح فروع اخرى للنادي الاهلي في المحافظات. دي حاجه كويسه جدا. انت عارف طبعا النادي الاهلي سباق دايما في كل حاجه وطبعا ببارك ليا وليك والنادي الاهلي على فرع جديد في نادي جديد في الاقصر. دي حاجه كويسه جدا يعني حاجه كبيره جدا وحاجه قويه جدا بالنسبه لنا. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي. طبعا عندنا في الاكاديميات عندنا افرع كتيره جدا في كل محافظات مصر. كابتن شطه عامل مجهود كبير بيكمل مجهود كابتن خالد بيبو وكل المدربين اللي كانوا موجودين ماسكين قبل كده. فدي حاجه كويسه جدا ان انت النهارده بيبقى في اجتماع مع لجنه التخطيط مع رئيس قطاع الناشئين مع مدير الاكاديميات. فدي حاجه كويسه جدا التواصل لان في الاول وفي الاخر احنا بنخدم النادي ونشوف الاصلح للنادي الاهلي في كل المناسبات وفي كل حاجه عايزين ناخد خطوه فيها. فدي حاجه كويسه جدا. كابتن شطه بصراحه عامل مجهود كبير وعنده سلاسه ولذيذ جدا قوي وخصوصا ان هو مربينا وكان معانا في ناشئين وكنت بفكره على فكره فاكر ما كنا في المانيا مع بعض كنا بنضحك كان معسكر المانيا كان كنت معانا سيد صح فاكر كان معسكر لذيذ وهو دايما يعني بصراحه على المستوى الاخلاقي كويس جدا وكوميدي جدا بيضحكنا عنده خبره كبيره جدا عنده رؤيه كويسه جدا. كابتن خالد بيبو طبعا نفس القصه فبالتالي دي حاجه كويسه جدا وان شاء الله نبقى كده عند حسن ظن كابتن شطه ان شاء الله في الفتره ان شاء الله. انت قدها ودودها كابتن امير. عايز اروح بس المؤمن زكريا الدوره بتاعت مؤمن زكريا والمباراه النهائيه احتمال تكون في الشيخ زايد صح ولا تكون في فرع مدينه نصر؟ البطوله في كل الفروع عملنا احنا في مدينه نصر. احنا معانا دلوقتي دي لقطات هنا لل يعني ده البانر بتاع مؤمن زكريا والاعلان عن الدوره الداخليه اللي هتكون باسمه وهو اللي هيسلم الجوائز ونقول له ان شاء الله تكون موجود يعني مش في تسلم الجواز لا تكون موجود ان شاء الله في الملاعب مره اخرى وترجع مؤمن زكريا اللي بيصول ويجول ويمتع الناس كلها. مؤمن طبعا نجم كبير وبتمنى له ان شاء الله كده ان هو ربنا يشفيه ويرجع تاني. مؤمن كمان من المواقف اللي كان بيفكرني بيها مؤمن كنا في ماتشات بنلعبها كان دايما مؤمن ماسك ايديا وانا بنزل العب في الماتشات. كان مؤمن كان من ناشئين النادي الاهلي ناشئين كان لؤي وكان حتى طاهر
طاير طاير. انا فوجئت ان بابا كان قابلني بالصدفه وقال لي نفس القصه. اه كان من الناس اه من ضمن اللعيبه. فمؤمن طبعا قيمه كبيره, خصوصا ان انا كمان لعبت معاه في المصري وقيمته جوه الملعب وقيمته بره الملعب. ده اللي انت كنت بتقوله يا كابتن امير, بتقول ان اللعيب بيبقى قدوه ونموذج للناشئين الصغيرين. بالظبط. مؤمن زكريا كان كده وهو موجود في الملعب. بالظبط. انت عندك النهارده الولاد, كل الولاد دي لما بتجيب جول بتعمل حركه مؤمن زكريا. الولاد بالنسبه لهم لعيب النادي الاهلي ده بيبقى قيمه كبيره ومثل ليهم, فبيقلدوه دايما. فمؤمن يعني قيمه كبيره جدا. وعلى المستوى الشخصي بالنسبه لي كمان, يمكن احنا كنا قاعدين في شقه واحده او في بيت واحد واحنا بنلعب في بورسعيد. فليه ذكريات, ولما كنا بنعمل عمره مع بعض فليه ذكريات بالنسبه لي مهمه جدا. البطوله دي بطوله مهمه, يمكن بداناها في مدينه نصر. وكانت عامله برضو يعني رد فعل كويس جدا مع الولاد ومع اولياء الامور وكل المسؤولين. وبعد كده عملناها عندنا في الشيخ زايد برضو الحمد لله. يعني الولاد مبسوطين جدا, ومؤمن يعني ان شاء الله كده يرجع ويتصور مع الولاد دول, لان هم اكيد مستنيينه واحنا كلنا مستنيينه. فبطوله كويسه وبطوله مهمه جدا, وظهرت كمان مواهب كتيره سواء بقى في المنصوره, في اسكندريه, في في القطاميه, كل مدينه نصر. مجهود كبير مبذول طبعا من كابتن شطه والمسؤولين والكباتن طبعا اللي موجودين, بيعملوا مجهود كبير جدا. الحمد لله ان هي طلعت بشكل كويس, وان شاء الله بنستمر عليها ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله باذن. وانا الفتره اللي فاتت كلمت مؤمن زكريا, كان في حوار بيني وبينه كده بكلمه بطمن عليه. الحمد لله لقيت صوته يعني مبسوط وكله طاقة إيجابية, وقال لي إن شاء الله الأهلي يعني كنت ببارك له على بروزيت كاس العالم, وقال لي إن شاء الله الأهلي حال 10, والمرة الجاية بقى مش هكون موجود بسلم الكاس, قال لي إن شاء الله أكون موجود في الملعب بلعب إن شاء الله. قلت له إن شاء الله وتكون موجود وتنور ملاعب مرة أخرى مؤمن وترجع بالسلامة. تسمحك أروح بقى الفاصل, وبعد الفاصل عايز أسألك سؤال مهم جدا. تمام. مين الحارس مرمى اللي بيعجب أمير عبد الحميد في الدوري الممتاز؟ ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير, كنت بسالك قبل الفصل عن الدوري الممتاز, بتتابع الدوري الممتاز طبعا؟ اه طبعا. مين الحراس اللي بيلفتوا نظر امير وهو بيتفرج على مباراه الدوري الممتاز؟ في حراس طبعا بيادوا بشكل كويس, بس انا شايف اللي هو في استمراريه في اللعب, واستمراريه في المستوى, واستمراريه في التركيز. انا اعتقد محمد الشناوي هو رقم واحد اعتقد. بيادي بشكل كويس جدا, و يعني مهمته كبيره جدا سواء مع النادي او مع المنتخب. فانا شايف ان هو من العناصر المهمه جدا, ومن افضل يعني مش من افضل, ده هو افضل حارس مرمى في مصر دلوقتي موجود. لكن النهارده شفنا طبعا على فترات كان ابو جبل وجنش, النهارده بنشوف عامر في سيراميكا, شفنا شويه شريف كرومي, يعني اهم حاجه عبد المنصف كمان بيأدي بشكل كويس. طبعا اتكلم على الاستمراريه دي اهم ما في الموضوع. عشان تقيم حد يا كابتن اسامه لازم تقيم حد ان هو يفضل فتره كبيره جدا يلعب ويبقى مستمر. استمراريه دي في ايه؟ مش ان انا العب بس, استمراريه دي ان انا العب, واستمراريه ان انا احافظ على تركيزي واحافظ على شغلي اللي انا بقديه مع النادي. لان هو طبعا حارس المرمى ده بيبقى دوره مهم جدا. لازم تستمر وتفضل على المستوى ده فتره كبيره جدا. انت النهارده الشناوي هو الوحيد اللي مستمر انه بيلعب, وهو الوحيد المستمر كمستوى, وخصوصا مع المنتخب كمان بيأدي بشكل كويس. انا عاجبني فيه ان هو تركيز مع النادي, هو تركيز مع المنتخب. خلي بالك كان ليه هدف بالرغم ان هو يعني كان بعيد شويه عن منتخب مصر, لكن دايما لما كان بيطلع يتكلم يقول لك انا ليا هدف ان انا العب كاس عالم روسيا. تمام. وخد الفرصه جات له وقت مباراه البرتغال. تمام. ولعب وما شاء الله ثبت اقدامه في مباراه صعبه جدا, وكان هو الموجود الحارس الاساسي في كاس العالم. بص يا كابتن اسامه, هو طبعا الظروف بتفرق مع اللاعب. اولا شوية لما كان معانا كان ظروف صعبه, لان هو كان يعني رقم 4 أو 5, كانت فرصة صعبة. النهاردة لما ابتدى يعني راح كذا نادي وخد خبرات ورجع النادي الأهلي لعب بشكل كويس. تمام. جاله فترة برضو البطولة العربية اللي كانت هنا, كانت في ناس بتقول لك هو بعيد شوية مش عارف إيه, لكن هو بعديها ابتدى يفوق, ابتدى يلعب, خد أول ماتش ليه أعتقد إسماعيلي. بعد كده الزمالك. ابتدى خلاص بقى ياخد الثقة. في نفس الوقت الظروف اللي أنا بقول عليها إن الحضري كان وجوده كان صعب انك حد تلاقيه كتير, والاستمراريه تبقى كانت في صالحه هو. ابتدى هو يلعب في الاونه الاخيره, هو عنده ثقه في نفسه
ولما بيغلط عادي ما عندوش مشكلة خالص وبيلم نفسه بسرعة والانفعالي ده كويس جدا من هو صغير على فكرة. وأي نقد بالنسبة له لو شاف ان هو هيضر بيبعد عنه، لو هيفيده بيسمع للناس. ابتدى يشتغل على نفسه وهو عنده الموهبة عنده الإمكانيات والشخصية ان هو يبقى رقم واحد. ابتدى يلعب بقى خلاص كأس العالم ولعب كلام ده كله، كان هدف ليه من البداية اولا انه يرجع النادي الاهلي بعد ما مشي من النادي الاهلي وراح كذا نادي، فكان هدفه يرجع النادي الاهلي. لما جه النادي الاهلي هدفه يلعب كأس العالم ويبقى رقم واحد، وده بالفعل يحسب له لان هو بذل مجهود كبير طور من نفسه كتير جدا. فانا شايف ان هو يعني اعتقد ان هو من ابرز الناس اللي موجوده او احسن الناس اللي موجوده في مصر دلوقتي من حراس المميزين. خلي بالك احكي لك على موقف يعني كان موسيماني قاله لي بصفه شخصيه في كاس العالم للانديه واحنا موجودين، كنت موجود مع البعثه وهو بيتكلم عن محمد الشناوي ودوره القيادي. موسيماني لما دخل في مباراه الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه اوضه اللبس ما بين الشوطين وكانت النتيجه 1-1، موسيماني مش هو اللي كلم اللعيبه بين الشوطين، خلى محمد الشناوي كابتن هو اللي يكلم اللعيبه. وكان راي موسيماني وقتها ان محمد الشناوي هو اكتر واحد هيقدر يوصل احساس كمدير فني او منه هو للعيبه بتاعته علشان دوره القياده. عشان كده محمد الشناوي ما شاء الله نضج في الحته دي وفرقت معاه بشكل كبير، وده ظهرت كمان في كاس العالم للانديه. يعني واحنا كنا قريبين من الفرقه هناك شايفينه دوره القياده وبيكلم اللعيبه ويحمس اللعيبه واللاعب اللي بيغلط ويشد اللعيبه ازاي، وظهرت كمان بعد مباراة بايرن ميونخ واحنا بنلعب المباراة الفاينل امام بطل البرازيل. والنهارده كمان يا اسامه في الماتش انت لو شفت ال 90 دقيقة 90 دقيقة بيوجه الناس 90 دقيقة بيكلمهم ان احنا النهارده ماتش مهم. وفي المؤتمر الصحفي اتكلم قال لك ان احنا بنعهد الناس ان شاء الله نبقى كل رجالة ونلعب بشخصية النادي الاهلي، وده اللي فرق معانا النهارده. شخصية النادي الاهلي بتبان في المواقف الكبيرة. قبل كده برضو قبل بطولة افريقيا قال لك انا بوعد الناس ان شاء الله نجيب بطولة غالية للنادي وهنكون رجالة ونهدي البطولة لمؤمن زكريا وجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي وكل الناس المسؤولة. حصل امبارح كان في المؤتمر الصحفي اتكلم جامد جدا، والنهارده 90 دقيقة بيلا بيوجه الناس. وانا عارف كويس قوي ان هو كمان في ميزة ان هو محبوب مؤدب ما عندوش حتة الكبرياء ولا الغرور، فده ساعد والناس بتحبه. ولو في أي شدة بسيطة في الملعب بتلاقي محمد الشناوي هو بيتكلم، وده دوره النهاردة. أنت عندك ماتش النهاردة بتكلم يا كابتن أسامة في ماتش النهائي أفريقيا بين أهلي وزمالك متعادل وعايز تاخد البطولة، ماتش مهم. فبالتالي ما يجي مستر موسيماني هيتكلم في حاجات الفنية ممكن حاجة بسيطة، لكن الحماس ويعني ايه قيمه النادي الاهلي ان انت توصل النهائي وتاخد بطوله، خصوص النادي الاهلي يعني نقول في اوحش حالته وصل النهائي ما كسبش. الحاجه برضو الثانيه اللي اتطور فيها بشكل كبير وانت طبعا هتفهم فيها في امور الفنيه بالنسبه لحراس المرمى، حته التحرك تمركز بدايه الهجمه من تحت بالرجل. تمام. كنت النهارده دي ما كانتش موجوده زمان في حراسه المرمى ان لا حارس مرمى بيلعب برجله من تحت ويحضر الهجمه وكانه لاعب، دي اتطورت بشكل كبير في محمد الشناوي دلوقتي. بص يا اسامه كل جيل وكل فتره ليها تكتيك معين وليها نظام معين واسلوب اللعب. النهارده اسلوب اللعب النهارده بتتكلم في ان لا الجول بقى لازم يشتغل برجله كويس جدا. النهارده بيلعب بشكل كويس وخلي بالك ده باين في علي لطفي لما بيلعب وباين في الشناوي لما بيلعب وباين في مصطفى شوبير، لان ده طبعا شغل المدرب حراس مرمى ومستر موسيماني. فبالتالي النهارده من الحاجات اتطورت في محمد شناوي امكانياته البدنيه كويسه، بيلعب برجله كويس، فبالتالي الحمد لله هو نضج بشكل كبير بقى خلاص يعني بقى خبره كبيره جدا وبقى عنصر مهم جدا جدا في النادي الاهلي. اتمنى يا رب ان هو يفضل يستمر على ده، وانا متاكد ان شاء الله هيستمر على ده وربنا يحفظه طبعا من الاصابات ان شاء الله. شايف مين افضل حارس في العالم؟ نوير طبعا. نوير. من غير تفكير. من غير تفكير، ان هو يعني قليل جدا لما تلاقي حراس المرمى الالمان موهوبين. طبعا في المانيا عامه مطلع حراس مرمى مميزين، اوليفر كان وليمان تقريبا او حاجه كده، حاجه تانية خالص. ده موهوب وبيمتعك. هو اصلا بيمتع نفسه وهو بيلعب وبعدين بيمتع المشاهد وهو بيلعب. النهارده زمايله مش عارفين احنا ورانا حاجه سد مستحيل تدخل فينا جوال. النهارده بيصد برجله بيصد بايده بيعمل حاجات ما بيقلفش بس بيمتع بها الناس. تمام. وبيلعب الصح، فبقى انت النهارده برضه ده ناضج واحسن، عشان كده افضل حارس في العالم يعني. شايف موسيماني ازاي مع النادي الاهلي؟ موسيماني ما شاء الله مع النادي الاهلي ببطوله 9، بياخد كاس مصر، برونزيه كاس العالم، ماشي الحمد لله بخطه ثابته مع النادي الاهلي. شايف موسيماني ازاي؟ وكانت فكره تعاقد الاهلي مع موسيماني كانت فكره يعني
مميزه جدا، مميزه بالنسبه للناس، مميزه جدا. موسيماني طبعا خبره كبيره جدا وعنده خبرات كمان في افريقيا، راح كاس العالم للانديه مع سان داونز، خد بطوله افريقيا مع سان داونز، عارف قيمه النادي الاهلي، عارف لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي النهارده معروفه في العالم وفي افريقيا معروفين. فبالتالي النهارده لما جه كانت حاجه كويسه جدا من مجلس اداره، كانت خطيبه ومجلس اداره والناس المسؤوله ان هم يجيبوا حد، لان انت خلي بالك في فتره قليله انت صعب انك تجيب حد لسه هيبتدي يتعرف على اللعيبه، فصعبه. هو بالتالي هو في صن داونز عارف مين اللعيبه اللي موجوده وعارف الاسلوب اللعيبه عامل ازاي، فجاي في وقت قليل جدا، ده اللي ساعده. طبعا ما ننساش طبعا كابتن سيد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، اكيد ليهم دور في ان هو برده يعرفوا على اللعيبه اللي هي الثانيه، لان هو عارف بعض اللعيبه. وفي نفس الوقت النهارده جه خد افريقيا وخد وخد كاس مصر والنهارده كاس العالم الانديه ثالث العالم، فانا شايف ان هو ماشي بشكل كويس جدا. انا مفيش داعي الناس، ما اعرفش ليه ان هم كانوا بيخبطوا فيه الفتره، ان الناس تعرف في مصر هنا بعض الناس بيحسبوا بالقطعه النهارده. النادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطعه خالص. وخلي بالك يا اسامه برضو، انت النهارده انت كنت بتلعب مين النهارده؟ فيتا كلوب صح؟ الماتش اللي فات كنت بتلعب مين؟ فيتا كلوب. هي نفس الفرق، هي نفس الفرق. التوفيق، لا التوفيق، التوفيق. النهارده لو النهارده انت كسبت فيتا كلوب هنا 2-3 ما حدش هيتكلم على موسيماني. أيوة. لكن التعادل الناس بتتكلم كتير، الناس عايزه توقع النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيقع، واحنا عندنا كجمهور وكمسؤولين عندنا ثقه في الجهاز الفني، راجل عنده خبرات، شايف ان دي خطوه كانت كويسه جدا جدا ان الاهلي يتعاقد معاه. ولسه كمان المستقبل جاي باذن الله معاه، ولما ياخد يعني اكتر ماتشات وبطولات تاني اكيد هيبقى له دور مهم لانه عنده خبره كبيره جدا. تمام. فدي كانت حاجه كويسه من مجلس الاداره. وانت بتتكلم عن المستقبل، اخيرا يا كابتن امير، انت كنت من الجيل اللي كسب بطوله افريقيا في 2005 و2006 سنتين ورا بعض. تمام. ايه اللي النادي الاهلي يعني او لعيبه النادي الاهلي او النصيحه اللي كابتن امير عبد الحميد يقدمها لعيبه النادي الاهلي علشان يقدروا يحافظوا على البطوله السنه دي؟ انت حققت التاسعه، فايه اللي مطلوب من اللعيبه عشان تاخد البطوله العشره، خاصه انت مريت بالموقف ده؟ تمام. خدنا البطوله في 2005 والحمد لله ربنا اكرمنا وقتها بعدها بالبطوله اللي بعدها في 2006. انت عارف يا كابتن اسامه، النادي الاهلي دايما بيلعب على التتويج وبيلعب على البطولات. فالنهارده ما ينفعش النادي الاهلي يدخل بطوله وما ياخدهاش. النهارده احنا عايزين نحافظ على البطوله. البدايه كانت النهارده، انا شايف ان اللعيبه كانت شكلها كويس جدا، اللعيبه كانت مهمه جدا. مستر موسيماني كان عامل كمان خطه كويسه جدا، كل لعيبه بلا استثناء. الروح الكبيره اللي كانت بره كمان، الناس اللي موجوده، فانا شايف ان دي خطوه كويسه مهمه جدا، بحيث ان احنا ان شاء الله ناخد اللقب العاشر باذن الله. وده يعني دور اللعيبه، وعندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، عندنا امكانيات لعيبه مهمه جدا، عندنا في كل مركز 2-3 عندنا النهارده مجلس يعني جهاز فني على اعلى مستوى، جمهور عظيم بيساند النادي، مجلس اداره كابتن خطيب ومجلس اداره، وده من واحنا صغيرين عارفين يا كابتن اسامه والناس ده ما تعرفوش، ان يعني كابتن خطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم اللي هو على ايامي انا لما كنت موجود، لما يكون في دروب للفريق بتلاقي الكباتن الكبار كابتن خطيب وموجودين بيشيلوا الضغط العصبي جامد جدا عن اللعيبه، لكن في البطولات والتتويج ما بتشوفهمش. طبعا. تمام. بيسيب الفرحه للعيبه، بيسيب الفرحه للجمهور. فالنهارده ده دور مهم جدا، ان انت النهارده في ضغط على اللعيبه فبتشال كل ده. وكابتن خطيب كان في اجتماع واتكلم مع اللعيبه وقال لهم ان احنا عندنا ثقه فيكم، وانتوا اللي جبتونا بطوله افريقيا، وانتوا اللي هتخلونا نكمل كمان ان شاء الله ناخد العشره باذن الله ونستمر في التتويج. فانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، وشايف ان البدايه كانت النهارده، ان انت ان شاء الله باذن الله ناخد خطوه ونبتدي صفحه. ماتش النهارده اتقفل خلاص، نبتدي بقى نبص على الدوري، نبص بقى في افريقيا، لان احنا هناخد مركز اول ان شاء الله وناخد افريقيا باذن الله. مش عايز الناس تقلق، مش عايز الناس تبقى مثلا تحاسب موسيماني بالقطعه. انا شايف ان الراجل ماشي كويس جدا، شايف اللعيبه ماشيه كويس جدا، بتحصل دروب لتعب اجهاد لعيبه، اصابات لعيبه، ده وارد. الناس لازم تفهم ده، لان انت النهارده مش تشكيل مش ثابت، انت طبعا كل ماتش عندك موسم طويل في ظروف ومتغيرات، لكن الحمد لله انت ماشي في الخط والسكه بتاعتك. بالزبط. كابتن امير شرفتنا ونورتنا واستمتعت بالحوار معاك، والوقت عدى بسرعه. حبيبي يا كابتن اسامه، انا بتمنى لك التوفيق، وكنت سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله دايما. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيفي امير الحراس الكابتن امير عبد الحميد مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوف حضراتكم على الف خير الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشباح.